السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. جائزة القيادة المتميزة لجلالة السلطان المعظم تقديرا لجلالته على اهتمامه السامي بتراث السلطنة البحري. السلام من خلال الكتب المفتوحة عنوان مشاركة السلطنة كضيف خاص في معرض باريس الدولي للكتاب. لأول مرة علماء فضاء يرصدون حركة جزيئات الماء على القمر. أهلا بكم. جائزة القيادة المتميزة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه قدمها مؤتمر الكونغرس العالمي الأول للتراث البحري تقديرا لجلالته على اهتمامه السامي بتراث السلطنة البحري وتعزيز مكانتها البحرية على الخارطة الدولية حتى غدت نقطة وصل بين الدول والشعوب، واعترافا بإسهامات جلالته في تشكيل فهم عالمي لأهمية التراث البحري في عالم اليوم. تسلم الجائزة المقدمة لجلالته معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال الحفل الذي أقيم بالتزامن مع فعاليات المؤتمر المقام في سنغافورة. قبل أكثر من 110 أعوام وعلى شارع مسقط بجمهورية سنغافورة مد العمانيون جسور المحبة والسلام إلى هذه البلاد، وليس ببعيد عن شارع مسقط تستقر سفينة جوهرة مسقط في مرساها الدائم بالمتحف البحري بجزيرة سانتوسا استمرارا لهذا التواصل التاريخي. واليوم يقدم القائمون على مؤتمر الكونغرس الأول للتراث البحري جائزة القيادة المتميزة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه تقديرا للأهمية التي يوليها جلالته بالتراث البحري. وتسلم الجائزة نيابة عن جلالته معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في حفل أقيم بهذه المناسبة. جائزة القيادة المتميزة للتراث البحري والتي قدمت اليوم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله هي إدراك من القائمين على المؤتمر الكونغرس العالمي للتراث البحري بالأهمية التي يوليها المقام السامي صاحب الجلالة برعاية التراث البحري العالمي والتراث البحري الإنساني والتراث البحري العماني، إدراكا منه بأهمية البحر وبأهمية التراث البحري في تقديم وتطوير العلاقات بين الدول. جائزة القيادة المتميزة هي اعتراف بدور القيادات المتميزة للأفراد والذين لهم تأثير كبير في تشكيل فهم عالمي بأهمية التراث البحري في عالم اليوم، وتعطي السلطنة مكانتها البحرية في كونها نقطة وصل بين شعوب العالم. منح هذه الجائزة بجمهورية سنغافورة سوف يساهم في تطوير العلاقات بينها وبين السلطنة، حيث تعمل اللجان المشتركة التي تم إنشاؤها بين البلدين والمتمثلة في فريق التشاور السياسي واللجنة العمانية السنغافورية المشتركة ومجلس رجال الأعمال العماني، إلى جانب اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين في البلدين، كلها تعمل على تطوير هذه العلاقة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استقطاب الشركات السنغافورية للاستثمار والعمل في السلطنة. First of all, between Oman and Singapore, we have very good ties. السلطنة وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات متميزة، والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في كلا البلدين برهان كبير على متانة العلاقات التي تربطنا مع السلطنة. ناقشنا أهمية تطوير مجال الحكومة الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية ولتعزيز التنافسية في الأعمال. امتدادا للعلاقات التاريخية مع مختلف الحضارات وعلى مر العصور، يواصل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم هذا الامتداد من خلال الاهتمام بالتراث البحري وتعزيز مكانة السلطنة بحريا، فقد كنا ولا زلنا وسنظل أسياد البحار. لتلفزيون سلطنة عمان محمد بن أحمد السليم المهري، جمهورية سنغافورة.
السلام من خلال الكتب المفتوحة عنوان مشاركة السلطنة في معرض باريس الدولي للكتاب في نسخته 39، وتحفل مشاركة السلطنة ب20 فعالية ثقافية تقدم اسم عمان في مختلف الجوانب الثقافية والحضارية، كما تشارك الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية. انطلاقا من السعي المستمر لمد جسور التواصل مع حضارات وشعوب العالم والتعريف بالتاريخ والثقافة العمانية المستمدة من أصالة الماضي وإشراقة الحاضر، تشارك السلطنة ضمن معرض باريس الدولي للكتاب في نسخته 39. سلطنة عمان هذا العام هي ضيف خاص معرض باريس الدولي للكتاب، والذي يعد من أهم المعارض الدولية على المستوى العالمي. حضور عمان بهذا الزخم الثقافي والفكري والحضاري في هذا المعرض، نعتقد أنه يقدم عمان إلى الجمهور الفرنسي والجمهور العالمي الحقيقة الذي يأتي لزيارة معرض باريس الدولي للكتاب طوال الأيام الخمس القادمة. وتشكل مشاركة السلطنة كضيف خاص في المعرض دلالة على عمق العلاقات العمانية الفرنسية في كافة المجالات، وبالأخص في المجال الثقافي. هناك مشاركة متكاملة للكتاب، تم ترجمة كتب إلى الفرنسية، كتب عمانية، هناك أيضا أشعار، وأيضا الفرقة الأوركسترا من عمان أيضا شاركت. الحضور المعرض كان حضور جيد مميز، يعني كثير من الفرنسيين أشادوا بالحضور العماني، و لذلك أعتقد هذا النوع من المشاركات ستثري العلاقات العمانية الفرنسية وعلاقات عمان مع الدول الأخرى. في هذا العام لمعرض باريس الدولي للكتاب تم اختيار عمان لتكون ضيف شرف في المعرض، ونحن سعيدون لذلك كون عمان بلد مهم في السياسة العالمية، فهي تعطي صورة جميلة للسلام بين الشعوب حول العالم. كما يعد المعرض فرصة للتعريف بالإنتاج الثقافي العماني من خلال التنوع المقدم في أركان المعرض المختلفة، وبرنامج يضم أكثر من 20 فعالية ثقافية. معرض الكتاب الدولي بباريس هو من أهم المعارض الأوروبية، فالحضور العربي مميز جدا ومميز هذه السنة بحضور سلطنة عمان بهذا الجناح المهم، الجناح الجميل الأنيق الذي صراحة يعني أعطى صورة عن البلد، عن القيم، عن الأشياء التي تحملها سلطنة عمان، الأشياء العريقة، الحضارة العريقة التي تحملها سلطنة عمان. Je suis allé au nord donc à Masala. J'ai gardé un excellent souvenir. لقد زرت مسندًا في فترة سابقة، ويشكل المعرض فرصة للتعرف على السلطنة وتاريخها، وأعجبتني طبيعة العمانيين واحترامهم للآخر، كما أدهشني التمازج الذي يدخل المعرض بين الأصالة والحداثة. الجدير بالذكر أن معرض باريس الدولي للكتاب في نسخته 39 يشهد إصدار عدد من التراجم باللغة الفرنسية وإتاحتها للعرض للمرة الأولى. علي بن محمد صعر، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان من العاصمة الفرنسية باريس. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. غواصة صينية تنهي أول رحلة استكشافية لها في المحيط الهندي.
أهلا بكم من جديد. ترسيخا لدور المدن في نشر مفاهيم وقواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي، احتفلت السلطنة بيوم المدينة العربية تحت شعار العمل التطوعي مسؤولية مجتمعية وتنمية موارد. مازن بن سعيد الرواحي بأدواته الأولية التي لا تفارقه في عادة تدوير المواد الأولية شارك زملائه المتطوعين في حفل بلدية مسقط بمناسبة يوم المدينة العربية، والذي حمل هذه السنة اسم العمل التطوعي مسؤولية مجتمعية وتنمية موارد. طبعا نحن فريق مهتم في مجال إعادة التدوير، نهدف نشر ثقافة إعادة التدوير للمجتمع بشكل فني وبشكل إبداعي وشكل مبتكر. طبعا نقوم بإعادة تدوير الأشياء مثل البراميل، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الكرتون. 15 من شهر مارس من كل عام تحتفل بلدية مسقط بيوم المدينة العربية احتفاء بمرور 52 عاما على تأسيس منظمة المدن العربية ودورها في نشر مفاهيم وقواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي. تظاهرة جميلة جدا، حيث التقينا بعدد كبير من الفرق التطوعية كل في مجاله، ويعني نعتقد مثل هذه اللقاءات وهذا التعاون بين البلدية وبين هذه الفرق يعني مستقبلا سوف يؤدي ترسيخ جهود هذه الفرق في مختلف المجالات. الشبكة دربت حوالي 16,000 متطوع إلى الآن. الشبكة مهتمة بتدريب معظم الكوادر التطوعية في السلطنة، ومن ضمن هذه الكوادر هي الكوادر المتعلقة والتي تعمل في العمل البلدي. حرصت بلدية مسقط مشاركة بلديات المدن العربية الاحتفال بيوم المدينة العربية وترجمة لشعار الاحتفال في هذا العام من خلال نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في كافة مجالاته، وبالأخص العمل في المجالات البلدية. عملنا يتمحور حول مساعدة البلدية في تنظيف الشواطئ وتنظيف الحدائق، وأيضا غرس العمل التطوعي في نفوس الناشئة. وتهدف بلدية مسقط من خلال احتفائها للاعتراف بأهمية المناسبة على المستويين الإقليمي والعالمي وما لذلك من أهمية في مجال تبادل التجارب وترسيخ العلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات في مجال تطوير وتخطيط المدن. هذا الكرسي هو أحد المشاريع البيئية الذي عمل عليه فريق تطوعي في إعادة تدوير المواد الأولية إلى مواد استهلاكية. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. تابع علماء كواكب أمريكيون حركة جزيئات الماء من منطقة إلى أخرى على السطح المرئي للقمر لأول مرة بواسطة المسبار، يشار إلى أنه كان من الصعب احتساب كمية الماء بدقة على سطح القمر بسبب الانعكاس الضوئي عنه، علاوة على أن الرصد السابق لذلك كان يرصد كمية كبيرة من الرطوبة السطحية المهاجرة لا يمكن تفسيرها بأي عملية فيزيائية. عادت سفينة العلوم الصينية تانسو 1 إلى مينائها بعد أن انتهت أول رحلة استكشافية لها في المحيط الهندي. وشارك علماء من 10 معاهد إبحاث صينية وأجنبية في هذه الرحلة الاكتشافية التي تم من خلالها مسح 5 مناطق حرارية مائية في أعماق البحار وجمع عدد من العينات للبحث البيئي الإيكولوجي. واستغرق تطوير الغواصة 8 سنوات وأجرت لها مهام الاختبار في عامي 2017-2018. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. جائزة القيادة المتميزة لجلالة السلطان المعظم تقديرا لجلالته على اهتمامه السامي بتراث السلطنة البحري. السلام من خلال الكتب المفتوحة عنوان مشاركة السلطنة كضيف خاص في معرض باريس الدولي للكتاب.
لأول مرة علماء فضاء يرصدون حركة جزيئات الماء على القمر. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.